أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يقول: هل يصح الاستدلال بهذه الآية على النصارى في هذا الزمان؟ لا، هذه في النصارى الذين أسلموا، الذين أسلموا، الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يفترون بآيات الله ثمنا قليلا. فهي في الذين أسلموا. أما اللي يقولون إن الله ثالث ثلاثة، لا أحد يقول إنهم مسلمين، أعوذ بالله، أحد يقول هذا إن الله ثالث ثلاثة أو إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الله جل وعلا يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفرهم سبحانه وتعالى. فكيف يقال هم أقرب مودة للذين آمنوا وهم يقولون الله ثالث ثلاثة؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو أن الإنسان يقرأ الآيات ولا يستعجل لعرف هذا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، شوف ما كملت الآيات، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هم المقصودون. أما اللي يقولون إن الله ثالث ثلاثة، والله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يقول: هؤلاء هم المقصودون بالآية؟ لا، هذا تعنت. نعم.